سجلت مملكه البحرين انخفاضا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. وقد سجلت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها 50 حاله قائمه جديده منها 11 حاله لعماله وافده و36 حاله لمخالطين لحالات قائمه، اضافه الى ثلاث حالات قادمه من الخارج، في حين تم تسجيل حاله وفاه واحده خلال اليوم. فيما أعلنت الوزارة تعافية 49 حالة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 621 حالة